مساء الخير على حضراتكم أعزائي متابعي ومشاهدي موقع مصراوي عبر صفحاته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأهلا وسهلا بحضراتكم. وهذه التغطية الحية الجديدة من محافظة بورسعيد، تحديدا من منزل الأم المثالية الأولى على المحافظة والسادسة على مستوى الجمهورية، واللي هنا يعني تسود حالة من الفرحة محافظة بورسعيد وكافة أرجاء المدينة الساحلية، كون أن هذه الأم السيدة نجلاء مستجيرة الأولى على المحافظة والأم المثالية الأولى على بورسعيد والسادسة الجمهورية، صاحبة قصة كفاح كبيرة بيتحدث عنها هنا جميع أبناء بورسعيد، كون أنها والدة الشهيد، ابنها هو أحد أبطال القوات المسلحة الشهيد محمود منظور، واللي صاحبة قصة كفاح كبيرة هنا في أرجاء المدينة. يعني في البداية ألف مبروك لحضرتك كده وفرحة كبيرة. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، وما نحرمش منكم أبدا، دايما في خير معايا. يعني عايزين نعرف بقى في البداية كده، مين هي نجلاء مستجير؟ نجلاء مستجير إنسانة بسيطة جدا، عفرت على الدنيا من وهي بنت، وكانت دايما راضية بقضاء الله في كل حاجة، إنما والدها عمل حادثة اشتغلت وشورت نفسها وجوزت نفسها، إن ربنا سبحانه وتعالى أما ابتلى جوزها بالمرض حمدته وكملت بجوزها لآخر يوم لغاية ما دعالها ربنا يسترها دنيا وآخرة، والحمد لله ما احتجتش حد، ما بديتش إيدي لحد، وربنا كان ساترني بستره وكملت بزوجي. نجلاء مستجير لما جوزها استشهد بمرضه كملت بولادها التلاتة لغاية ما ربنا أكرمهم وخلصوا التلاتة كليات، والوسطاني فيهم أول ما خلص جامعة اللي كان سندي وظهري على الدنيا بعد والده الله يرحمه استشهد في سينا في بئر العبد. أنا فخور إن محمود شهيد وسعيد إن ابني شهيد وبطل ورفع راسي زي ما قال لي في الاجازه، يا امي اما استشهد ارفعي راسك وهتفتخري ان انت ام الشهيد محمود منظور. ونجلاء مستجير اللي قدرت على الحزن بالرغم ان هو جرح ما يتلمش بتاع الضلم، وكملت وجوزت بلال وربنا اكرمه بمحمود، وكملت بعدها في عز الضغوط اللي احنا فيها في الحياه وجوزت بنتي والحمد لله، وده فضل ربنا. انا اديكم مختصر النجلاء مستجير، بين السطور بقى وبين كل حاجه بقولها كان في معاناه في الحياه، معاناه لما شورت نفسي وانا بنت وتعبت، معاناه بمرض جوزي اللي قعد سنين لغايه ما ربنا توفاه الله يرحمه، معاناه لما ربيت التلاته وكنت بخاف عليهم من الدنيا، كنت اجي من شغلي اروح معاهم النادي، اللي بيلعب كاراتيه واللي بتلعب كومباز واللي بيلعب كوره، مش معنى ان انا امي وبش بربي، لا لا لا، ان انا برضو قفلت على عيالي وبهدلتهم، لا، كنت من صغرهم بلعبهم رياضه، بذاكر لهم في النادي، اللي عنده تمرين اخد التانيين اذاكر لهم، اخلص اروح اشوف اللي ناقص، اما توفاهم الله، اما توفى الله ابوهم ومات كملت المشوار وما وقفتش وما يأستش، مع ان كان صعب ان الام اكبر ما عندها ماشي في 11 سنه، كملت بيهم والحمد لله ووصلت بيهم، وبورسعيد كلها تشهد ولادي اخلاقهم ازاي، يعني سيب من تعليم من كل حاجه الحمد لله كفاءتهم في شغلهم، اخلاقهم العاليه، اسلوبهم مع الناس، قلبهم الرحيم بالناس، فده الفضل العظيم. والنهارده بلدي بتكرمني امي مثاليه على بلدي وستة على الجمهوريه، الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب على نعمه. قصه كفاح بدات من قبل الزواج، وزي ما حضرتك قلتي كنت بتعملي في احد المصانع، وبعد كده هو لحظه بقى حدثين عن لحظه وفاه الزوج، اللحظه اللي جالك فيها من الشغل، ويعني لحظه الوفاه، وكمان خاصه انك انت في هذا التوقيت ما كنتيش بترعي الزوج والابناء بس. انا امي وابويا كانوا ساكنين معايا في نفس العماره، والحمد لله ربنا اعلم اهلي بالنسبه لي ايه، امي وابويا دول بالنسبه لي ايه، يعني انا والدي كمان من ضمن مقابلني استشهد على ايدي، كان عامل عمليه وتعبان، وانا جيت من الشغل قعدت جنبه شويه وشفت طلبات وتبين ان هي كان في جلطه بتتمكن من القلب، وماما كلمتني انزلي لان انا كنت اقرب حد عشان ساكنه في نفس العماره جنب ماما، انزلي يا نجلاء، نزلت جري وطلبت الاسعاف لابويا انا وابني الله يرحمه واخوه، وفي نفس الوقت على ما خدتهم بالاسعاف ونزلت استشهد على ايدي ومات الله يرحمه، ده كان اول المأساة.
لان بابا بعد جوزي الله يرحمه الفتره دي ما كنت سايباه في عياله صراحه. باشمهندس هاني الحسيني ربنا يبارك له في صحته يا رب، يبارك له في عياله. الراجل ده كان حنين معايا جدا، كان عارف ظروفي ومتساندني. اما جوزي تعب في الفتره الاخيره سابني جنبه، قعدت جنبه كام شهر، اللي هم الشهرين اللي خلاص اللي اغلبيه الدكاتره يعني قالوا ان ده وقت بس للمرض ده. ما كنتش طبعا بسيبه، كنت بلازمه في مستشفى البيت لمجرد ان طبعا بيرجع بضطر اجيبيه على المستشفى عشان اعمل له عمليه دوالي مريء. حاجات كثيره كده في اثناء تعب جوزي. اخر حاجه كنا في البيت وكانت الدراسه داخله، وكان اول ليله رمضان، فبعد ما اكلته واديته العلاج وحميت الولاد ندى عليا قال لي نجلاء انزلي. قلت له انا هنزل. قال لي جيبي حاجه البيت ورمضان حاجه الدراسه. فقلت له بكره مش رمضان. قال لي لا بكره رمضان، مع ان الرؤيه والله العظيم ما كانت بانت. الكلام ده كنا بعد العصر انا وجوزي. قلت له هنزل واسيبك ازاي؟ قال لي بس انزلي. اتمنى سبحان الله ربنا كان بيبعدني عنه عشان الروح تطلع. فخدت ولادي، يمكن انتوا اول مره تسمعوا الموقف ده عشان انتوا اللي سالتوني السؤال ده. خدت سبت امي معاه، كانت قاعده معاه، وخدت الثلاث ولاد. قال لي انزلي باولادك. قلت له مش قادره اخدهم انا تعبانه وانزل بيهم. قال لي لا خدي الثلاثه معك. واصر ان انا انزل بالثلاث ولاد. نزلت رحت معرض كتاب كده كان عند دار الثقافه بيبيع كشاكيل وكتب، اجيب لهم حاجات الدراسه واجيب لهم حاجات لرمضان. جالي تليفون من اخويا قال لي جوزك رجع دمه الحق. وانا كنت عارفه من الدكاتره اخر مره خرجته من العنايه ان لو رجع دم المره دي الثالثه كده خلاص امره انتهى. فما كنت واقفه في الشارع طبعا زحمه الدراسه بقى والناس اللي نازله، ما كنتش لاقي تاكسي ياخدني من بيتي من عند دار الثقافه لبيتي. انا خدت عياله وبقيت اجري في الشارع على ما وصلت، وكنت اتصلت باسعاف لبسته وغيرت له وانا بغير له عشان انزل بيه. وطى على كتفي باسه وقال لي ربنا يسترك يا نجلاء زي ما سترتيني في الدنيا. ونزلت بيه رحت بيه مستشفى، حاولوا يعلقوا له دم ويعملوا له انشراجيه يلحقوه عشان الحوار اللي هو فيه. لكن هي كانت خلاص اللحظه الاخيره، على ما جروا جابوا الحاجه وجريت اجيب له دكتور نطق الشهاده ونادى اسمي ومات. صرخ باسمي، مش ندى، كل اللي كان واقف جنبي سمعه، صرخ باسمي. والروح الحمد لله توفاها الله. كنت صابره محتسبه، الناس بقى تلوم انها صوت، لا 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 لا، انا دايما راضيه بقضاء. انا طلبت من شيخ قريب واجا اسمه الشيخ الاسلام، دخلني لجوزي قلت له انا مش هصوت ومش بتكلم، ودخلت جنبه قعدت اقرا له قران وادعي له. بعدين روحوني على اساس الدفنه هتبقى الصبح. قلت له ما حدش يقول لي ولادي الخبر ازاي، قلت لهم زي ما بقول لكم سيبوا ولادي نايمين. وبعدها نزلت بلال ومحمود كانوا 10 سنين و11 سنه، كلمت معاهم. بلال الفجعه هزته، لكن محمود كان عنده ثبات من صغره راجل كمان. بلال انهار قوي، لكن محمود واقف قدامي كده قلت لهم البسوا انتوا الاثنين وانزلوا، بابا ملوش اخوات وجدك الله يرحمه ابوه، انتوا هتبقوا سنده، خدوا عزا بابا. لبست الاثنين راحوا شافوا باباهم في المشرحه وقفوا على غسله وقعدوا في العزا، خدوا عزا باباهم في السن ده. كنت عايزه اطلعهم رجاله يقوا على الدنيا، الموقف صعب. وناس كتير كانت تقول لي ازاي تعملي في عيالك كده؟ لا لا، السن ده كنت لازم اخليهم رجاله ويعتمدوا على نفسهم في الحياه. فخدوا عزا باباهم، ودي من كانت من اصعب حاجه قابلتها بولادي الثلاثه. كانوا ولادي في المدارس اما يندهوا على الاطفال اللي يقولوا لوالدهم متوفي كانوا ولادي بيرفضوا يقفوا. لما كنت اقول لهم يا حبايبي يقولوا لا احنا مش محتاجين حاجه يا ماما الحمد لله. كان عندهم عند ذات نفس حلو قوي، ومدرسينهم يشهدوا بكده، والحمد لله انا ربيتهم على كده. محطات كتيره في حياه حضرتك، اولها يمكن من قصه الكفاح وانت بتجهزي نفسك، مرورا بقى بالزواج والمحنه بتاعه وفاه الزوج، بعد كده بقى الحياه استمرت ازاي، وامتى حسيتي ان انت ضعيفه وعايزه تقوي نفسك؟ اما كنت احتاج بابا. المواقف دي كانت كتيره قوي في حياتي، يعني اما كنت مثلا تربيه الصبيان صعبه شويه، البنت بتقدر عليها، انما خد بالك اللي يقول لك تربيه البنات اصعب، لا لا الصبيان اصعب. حته ان انا اجي ولو ولد غلط وعمل حاجه انا كنت لازم ادور وراه. يعني في بلال مره قال انه طالع رحله
كان في الثانوية، قال له نطلع رحلة مع المدرسة، هو كان طلعها مع ناس في الشارع. فأنا كنت بخاف عليهم جدا وبحاجة عليهم جدا. فأنا عرفت بعدها، ما هو مش معنى نطلع رحلة أنا أهمل ابني، لا أنا برضو دورت مين معاك في الرحلة. هو طبعا ناس يا ماما ما تعرفش أصحابي. المهم عرفت إن هو طلع مع ناس في الشارع مش مع ناس في المدرسة. ده كان موقف مع بلال ابني الكبير، يعني ولادي مؤدبين جدا وهاديين. حد قال لي ان يعني في فئه مش كويسه في الناس دي وخايفين على اولادي في الشارع، شايفيني بحاجه عليهم ازاي. انا عاقبت بلال عقاب واحد، اتصلت بيه وانا في شغلي، اني ما كنتش بعرف اسيب شغلي بسهوله. قلت له اقعد في البيت، ماما عندي درس، هو في الثانوي. قلت له ما فيش درس، اقعد في البيت. ليه يا ماما؟ هو فهم. قلت له اقعد في البيت. نزل جري على جدته وجده تحت، ماما انا عملت واحد اتنين تلاته، وماما باينه عرفت وبتقول لي كذا. هو حس بغلطته ان ولادي ما كانش عندهم لف ودوران زي العيال. فاجئ ماما تعملي ايه؟ قلت له ما عادش في دراسه، انت كبير اخواتك وانا بشقى وبموت في الاستثمار كل يوم عشان اربيه. انت مش حاسس بالمسؤوليه دي وكدبت عليا وعملت غلطه زي دي، ممكن تكذب في حاجات كتير، مش هتروحي المدرسه تاني. وعاقبته اسبوع كامل ما راحش المدرسه، بقى يعيط بالدموع. هتشتغل وتصرف على اخواتك. انا طبعا مش عايزه اعمل كده وما شغلتوش، بس كنت بهزه طبعا من جواه. كنت بعيط ان الزوج مش موجود، على الاقل يبقى هو عينه من جنب وانا مع الشغل من جنب. حضراتكم عارفين الاستثمار، عارفين يعني ايه ابقى ماسكه في اقصى النهائيه، يعني بمشي اخر بعد ما الطلبيات تطلع وبعد ما العمال، وافضل قاعده جنب الشغل امان. فشغلي مش موظفه، بخلص الساعه 2 3 واروح له. انا شغلي كان ممكن ل 11 12 بالليل ساعات ياخدني. فطبعا بلال بعدها اعتذر واقسم بالغلطه ما تتكرر تاني، وفاق له دراسته وجاب مجموع. يمكن ما كنتش بعرف ادخل كليات قمه، لان هم كانوا عارفين ان ظروف الحياه مش قادرين نعفر بيها على كليات القمه قوي. فكانوا بيقولوا هنعمل نفسنا ونبقى حاجه ما تقلقيش. يعني والدلع كده بلال اهو اخد بكالوريوس تجاره، بس ما شاء الله كان مدير في الضفاير والناس بتشهد له بكفاءته وبدماغه. بعدها اخد كورسات من شغله بقى ومن مجهوده ومرتبه. كانوا هما بيشتغلوا اقول لهم شغلك لنفسك بلال، شغلك لنفسك. ما خدتش من بلال حاجه يساعد بيها اخواته، حتى كان اول طفل ولد عندي يشتغل وهو نفسه يشهد. اعمل له جمعيات، اقدم له على شقه، اجيب له اجهزه، خطبت له جبت له شبكه، بقيت اساعده ان انا ما اكسروش واقول لا خلاص هبط، لا انا لازم اوصل طول ما في حياه. المحطة بقى اللي غيرت، مش هنقول غيرت، هي كملت قصة الكفاح، استشهاد محمود. قابلتيها ازاي؟ انا محمود اجى 10 ايام. طبعا انا قلت ان بلال كان بلال ابني في الفتره دي عمل عمليه رباط صليبي وغضروف في رجله في القاهره. كان بيلعب ماتش وحصلت له الاصابه دي. فكنت في متاهه ان سندي بقى على الحياه بعد ما قويت بيهم، واحد راح الجيش وواحد عمل عمليه. كنتش عارفه اتصرف ازاي. طبعا كان ده من ضمن المواقف اللي حضرتك بتقول لي ايه المواقف دي، المواقف اللي وجعتني قوي. انا كان بلال في اوضه العمليات ومحمود في تدريب الجيش، وانا واقفه بره في الطرقه بطولي. كنت بقول يا رب انت لك حكمه، اكيد بتحطني في امتحان تاني الوقت، ان واحد في العمليه وغاب في العمليه جدا والتاني مش جنبي. لان مثلا لو كان في موقف مع واحد بلاقي التاني مكتفني اخدني في حضنه بيجلب لي طلباتي بيشوفني عايزه ايه، كنت بسند بيهم. فكان دي من ضمن المواقف بعد ما كبروا اللي حاسه انها كسرتني. وقفت بره لدرجه ولاد اختي يجوا لي هناك، ان اختي يقول لي طب ما احنا معاك يا خالته واخوه، احنا معاك يا حبيبتي، ما انتم منا اللي ربطينا برضو. لان اختي دي كانت عايشه في السعوديه، ولادها كانوا بينزلوا يقعدوا معايا، كنت برضو عيني عليهم والحمد لله. كنت بحبهم واخاف عليهم زي ولادي، يعني مش هقول مسؤوليه ثلاثه بس، كان في مسؤوليه زادت بسته وباربعه مع الايام. بس كنت حاسه ساعتها ان انا ضعيفه، ورجعت قلت ده امتحان من ربنا هقدر عليه. ما كنتش عارفه انها هتتوج بعد الامتحان ده خلال شهرين بس باستشهاد محمود. فالواحد ما بتحط في امتحان يقول الحمد لله، لاني مش عارف في ايه الامتحانات اللي مستنيها بعده. بعدها رجعت ببلال، محمود كلمني ايه يا حبيبي هتنزل اجازه، وكنت بعيط. اجى من التدريب، المفروض بعد التدريب يجي اجازه، يعني بيقولوا بينزلوه فتره اجازه البيت، ما جاش. اجى على الاسماعيليه وراح سينا، وقال لاخوه ما تقولش لماما، اوعى تعرفها ان انا في سينا، ونبه على الكل ما يقولش ان انا في سينا. ويا حبيب قلبي هو كان خايف عليا لانه عارف ان انا مش هتحمل،
لان انا كان جوايا احساس اني محموده يا استوشي، لان وانا في العمره 2005 وانا بطوف كان ولادي معايا وزوجي الله يرحمه كان معايا. اول دعوه دعيتها عند الكعبه وانا ماسكه بلال ومحمود، اللهم اجعل ولادي من شهدائك. زوجي قاعد ببنتي على جنب وانا خدت الولادين ومشيت اطوف، وكانت اول دعوه على لساني عند بيت ربنا. لما محمود راح الجيش الاحساس ده والدعوه افتكرتها، كان عندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى قبلها. هي مش حاجه وحشه، بس كقلب ام وقت الجد هتلاقي قلبك يتاخد. وقلت الكلام ده لمشرفه معايا اسمها ايمان، قالت لي مدام نجلاء قلت لها فاكره الدعوه اللي قلت لك دعيتها؟ انا حاسه انها تستجاب في محمود، شفت احلام اثبتت لي ابنها يستشفى. بعدها هو كلمني ونزل اجازه، قعد 10 ايام كان كل كلامه معايا عن انه هيستشفى، ما كلمنيش على حاجه، حتى نزل بوست على الفيس على صفحته على التواصل الاجتماعي وكتب فيه ان الموت مش شر، وان الناس كلها تفتكره بدعمه حلوه، وان لو زعل حد في يوم من الايام فما كانش قصده ويسامحه، وانه بيحب كل الناس، وده موجود على الصفحه اقدر اديها لكم كمان، وان هو لو راح وما رجعش الناس تفتكره بدعوه حلوه لانه كان بيحب كل الناس، كان عنده مصداقيه رهيب. وانا لما شفت البوست ده لقيت بنت اخويا بتكلمني وتقول لي عمته محمود حاطط ايه على الصفحه، فشفته لان دايما ياخدوا التليفون مني عشان ما اشوفه. انا نسيت اقول حاجه، انا ما عرفت ان محمود في سيناء اكتشفت ان في شهيد في بورسعيد اسمه عبد الغني الزيني، ده مات 8/2 8/12 وابني مات 8/2 بعده بشهرين. يوم ما عرفت ان ابني في سيناء شفت خبر استشهاد عبد الغني، كان عندي يقين ان محمود هيستشهد لما شفت الخبر ده. محمود كلمني في نفس اليوم قال لي انا كويس، مين قال لك اني في سيناء؟ انا كويس وانا نازل. بعدها ما كلمنيش لما نزل الاجازه وكلمني عن الشهاده وحط البوست اللي قلت عليه. هو سافر الصبح اما صحى وبنجهز نفسه وقف عند باب البيت، بص للبيت وبص لكل حاجه وقال لي ماما انا زعلان. بقول له ليه يا حبيبي واحنا نازلين؟ اول مره يقول لي تعالي وصليني، مع انه ما كانش برضى يخليني خط خطوه معاه، يقول لي لا اقعد يا حبيبتي. اليوم ده خليني وصلته لغايه الموقف. بقول لي انا زعلان من اخواتي؟ بقول له ليه؟ قال لي اصل ما حضنونيش جامد. قلت له يا حبيبي ده قاموا لك من الساعه 6 عشانك، ليه كده؟ قال لي مش عارف كنت عايزهم يحضنوني جامد. قلت له الايام جايه كتير ويحضنوك يا محمود، بس هو كان عارف ان ده الوداع. حتى بسطوا لي حتى ال 10 ايام رايح جاي يحضن فيها ويبص فيا وانا مش فاهمه في ايه، ما كنتش فاهمه ليه وبعمل كده. طبعا ده كان اصعب امتحان لان انا لازلت 3 سنين على استشهاد محمود، وانا حاسه ان الدنيا فضت عليا، حاسه ان الدنيا سبحان الله جوزت اخواته ويمكن عشت لوحدي، براجع شريط حياتي ده كله حمد ربنا عليه. بس اصعب حاجه قابلتني فيه استشهاد الضرب اللي ملوش اي قابل في الدنيا. رغم الاسى ده وكنت حضرتك دايما بتوصلي رسائل بالصبر والجلد على الحياه، وان يكون في كفاح دائم ومستمر اذا كان لامهات الشهداء او حتى بشكل عام لاهالي بورسعيد، وناس بدات تاخد حضرتك مثال هنا في محافظه بورسعيد. قولي لنا دي والنقطه الاخيره، قولي لنا بقى لما سمعتي تكريمك بقى كام مثاليه على محافظه بورسعيد احساسك كان ايه؟ اخر موقف كان امبارح، كانت الاستاذه اشجان مديرية مدرسة عاشور استشهدت بنتها بالمرض. أنا خليتهم عديت لهم من وسط الحزن أنا والد الشهيد عمرو السقا. إحنا لما وصلنا لها وطبطبنا عليها سمعت كلامنا. يعني الجنازة كانت مهيبة بحرقة قلبها لأن زوجها لسه برضه بقاله 40 يوم ميت. أنا أما وصلت ليها قلت لها اصمدي واصبري، وهي مش شافتني قالت لي أنا كنت بقول أنتوا صابرين إزاي؟ قلت لها وأنت هتصبري هتجمدي، قومي يا أشجان اجمدي. وسبحان الله هودتني وقامت من على التربة. يعني الواحد برغم الجرح اللي فيه بيحاول على قد ما بيقدر يمد غيره بالامل، يقوي من غيره، وده فضل ربنا، فضل ربنا على الواحد، والحمد لله ان يقوي الناس، وان اي حد كان بيقابله بمشاكله في الشغل من عمالي ويجي لي ويبكي لي ويشحكي لي كنت بقويه واقول له انا قدامك واحكي حاجات عن حياتي ادي له امل وطاقه بيها، ولا زال لغايه النهارده اقدر اوريك سكرينات دلوقتي وتاخدها من عمالي بيقولوا لي انت الطاقه والامل اللي بتديها لنا، فده فضل ربنا والحمد لله. طبعاً. طبعا انا سعيده بحضراتكم كلكم جايين النهارده، كل اعلام بورسعيد عمال يتصل ويجي ويكرمني كام مثاليه على بورسعيد، الف حمد وشكر ليك يا رب. تحلمي بايه اللحظات دي؟ بحلم بايه؟ بحلم ان كان محمود يبقى معايا، كان يبقى فرحان قوي بيا، بس هو اكيد شايفني، هو كان شايفني والله.
هو شايفني سبحان الله. انا من يومين كده كان جاي لي فرحان ومتبسم، وانا مش عارفه كان جاي لي مبتسم ليه. هو بيحس بيا قبل ما بحصل لي اي حاجه، وبيجيني وبيبشرني بكده. بقول الحمد لله، وبقول لكل ام والله اجملي واصمدي. انا مش يعني اقول انا من عيله كبيره ولا انا من عيله، لا لا لا، ده انا ست ابسط من البساط، ست شقت على الدنيا من وهي لسه عندها 15 سنه، عفرت واتبهدلت وكفكت وطفحت الدم وشافت شد اعصاب وضغط نفسي كتير وحاجات كتير. والاخر اهو قاعده ام معززه ومكرمه بتتوج من بلدي. بتتوج اولا ان انا ام الشهيد اللي مش شرف على راسي، وتاني حاجه ان انا ام مثاليه لبلدي. شكرا لحضرتك والف مبروك عظم تابعي ومشاهدي موقع مصراوي. نقلنا لحضراتكم هذا اللايف وهذا اللقاء مع الام المثاليه على مستوى حافظه بورسعيد والسادسه على الجمهوريه. الف مليون مبروك، قصه كفاح تستحق هنا التقدير. بورسعيد كلها فرحانه لانها بالفعل هي وتستحق لقب الام المثاليه.